طيب تعالى بقى نشوف ايه البيج دي كانت بتتكلم عن ايه. كان ده اكتيفيتي 2 بيقول الفاير فلاي، فاير زي نار، ها اسمه فاير فلاي، فلاي يعني يطير، تعتبر ايه حاجه زي ايه يعني، ايه يعني حاجه بتطير بتنور، فاللي هي ايه الخنفسه اللي هي ايه المضيئه دي. طيب لايت شو، تعالى نقول كده الفاير فلاير بيتل دي، الخنافس المضيئه دي مالها؟ تايب اوف فيش بذمتك، انت شايفها فيش بذمتك ولا دي حشره؟ اكيد حشره صح. يبقى ايه؟ يبقى اكيد الاجابه الاولانيه دي ايه؟ الاجابه الاولانيه دي غلط. طيب الفاير فلاي كان بروديوس لايت، تقدر تعمل لايت، امال احنا بنقول اسمها فاير فلاي ليه؟ اكيد بتطلع ضوء صح؟ بروديوس لايت يعني ايه؟ بيطلع ايه؟ ضوء. تعالى بقى نشوف ايه الهاو دو، ازاي الفاير فلاي بيتل بيعملوا اللايت. تمام. طيب اول حاجه بيقول لي ان الفاير فلاي بيتلز دي ار تايب اوف انسكت، نوع ايه انسكت؟ عشان لما اسالك اقول لك هو مامل، هو من الثدييات؟ لا. هو من الزواحف الريبتايلز؟ لا. هو من النيزرد؟ لا، ده انسكت، ده حشره، ده ايه انسكت. لازم تركز كويس جدا عشان تجيب امتحان تايب اوف ايه انسكت. طب حتى مثلا لو قلنا التيرزير، المونكي اللي هو كان اسمه تيرزير، التيرزير ده كان ماله؟ كان مامل. ها اوعى اقول لك انسكت هو حشره، لا انسكت يعني ايه حشره، انسكت يعني ايه حشره، انا الماوس بس مش عارفه اكتب بيه اعمل سنون، حشره. يبقى نوع ايه الفاير فلاي دي؟ نوع من الحشرات. يعني ايه نوع؟ تايب. يعني ايه نوع؟ تايب، نوع يعني ايه نوع؟ تايب، نوع من ايه؟ من الحشرات. الكام بروديوس بيعمل ايه بقى عشان يطلع النور ده؟ يعمل كيميكال رياكشن، تفاعل كيميائي. يعمل ايه كيميكال رياكشن؟ يعني ايه كيميكال رياكشن؟ اكتب فوقيها تفاعل كيميائي، اكتب ايه اهو، هكتبها لك انا اهو، تفاعل ايه؟ تفاعل كيميائي، كيميائي مش عشان انا بره، فايه شوف معايا الجهاز، تفاعل ايه؟ تفاعل كيميائي. يبقى كيميكال رياكشن يعني ايه تفاعل كيميائي؟ بتعمل ايه؟ عارف اما عارف شفت شارع العلوم كده اللي هو بيحط حاجه على حاجه فهوب بتطلع حاجه، هو بيعمل كده بس جوه جسمه، جوه جسمه يعني ايه inside their body، بيعملوا جوه جسمهم. طب اما يعمل اما حاجه زي كده تحصل جوه بطنه ايه اللي يحصل؟ allow light، يسمح للضوء ان هو ايه light up and communicate، ان هو إيه جوه بطنه يحصل ايه حاجه تنور، التفاعل ده يعمل نور، التفاعل ده يعمل ايه نور، فبالتالي هم بيتواصلوا مع بعض بالشكل ده. شفت طريقه التواصل الحلوه دي؟ او بيتواصلوا عن طريقه ايه؟ ان هم ينوروا لبعض، يعملوا ايه نور لبعض. ازاي؟ ان هم في كيميكال رياكشن بيحصل جوه جسمهم، تفاعل كيميائي بيحصل انسايد ذا بادي، بيعمل ايه allow them to light up، اولا بينور لنفسه light up and communicate with other butterflies، وان هو ايه يتواصل مع الاذر butterfly ايه فاير فلاي، يتواصل مع ايه فاير فلاي. تمام لحد دلوقتي في مشكله؟ هقفل الريكورد وافتحه تاني. تمام كده محدش عنده كان عنده مشكله في دي، نخش على اللي بعده. طيب هنا بيقول لي ايه ازاي، هنا نمسح بقى الكلام ده كله، هنا بيقول لي ايه clear our drum. طيب بيقول لي ازاي الفاير فلاي، فيلم مايكي همزه انا ما شرحتش حاجه وانت مش موجود لسه بدات. طيب ازاي الفاير فلاي use their sense to communicate، ازاي هما بيستخدموا حواسهم عشان يتواصلوا مع بعض؟ تعالى ما اقول لك بقى. اول حاجه ان الفاير فلاي بتستخدم الوينجز بتاعتها، بتستخدم الجناحات بتاعتها عشان تعمل كذا ديفرنت فلاش، تعمل ايه انوار مختلفه، وتعمل ايه عارف اللي هو مثلا نور مرتين ورا بعض، تعمل كده إيه؟ ايه على حسب، تمام على حسب ايه عايز تعمل ايه بالظبط. طيب هي اصلا بتعمل ايه؟ اولا هي بتعمل فلاش ليه؟ بتعمل فلاش عشان تعمل ايه warn off، يعني تحذر other fly other fire fly، تحذر اخواتها الفاير فلاي من البريديتورز بتوعها، من الايه من الحاجات اللي هم عايزين ياكلوها. تمام يبقى تحذر اخواتها من الايه من الفايرز فاير فلاي التانيين، من ايه من البريديتور. تمام دي اول حاجه، بتعملي فلاش ليه؟ عشان البريديتورز ايه، احذر اخواتي من البريديتورز اللي ممكن ياكلوا. تمام طيب تاني حاجه في ايه بيعمل ايه، بيجذب
بيجذب اتراكت، بيعمل ايه؟ بيجذب اتراكت اميت، بتعمل ايه؟ بتجذب زوج ليها، لو الست تجذب زوج او الراجل يجذب زوجه، اتراكت اميت تو ريبروديوس، يعني ايه؟ عشان تتزاوج. ريبروديوس يعني ايه؟ يتزاوج. ريبروديوس يعني ايه؟ يتزاوج. يبقى انا قلت ايه؟ انها بتستخدم الوينج بتاعتها عشان تعمل فورم، فورم يعني يعمل ايه؟ ديفرنت فلاش باترن، تعمل ايه؟ ديفرنت فلاش باترن يعني اشكال مختلفه، ممكن ايه؟ نورين في الثانيه، ثلاث انوار في الثانيه، هم كلهم فاهمين بعض، فاهم؟ فاهمين؟ فبالشكل ده. طب بتعمل كده ليه؟ عشان تحذر الفاير فلايز التانيين من البريديتورز، اوكي؟ طيب او تعمل ايه؟ اتراكت اميت، ان هي تجذب ليها ايه؟ ليها زوج، تمام؟ عشان تعمل ايه؟ تو ريبروديوس. يبقى انا بقول لك ليه بتاتراكت اميت؟ تقول لي ايه؟ تو ريبروديوس، تمام؟ طيب تمام، دي كده ايه اول نقطة. نخش على تاني نقطة، بيقول لي ايه؟ زي فلاش، هما بيعملوا فلاش at regular period of time، يعني في وقت ايه منتظم، في وقت ايه منتظم، في الايه في ال... يعني بمعنى ايه؟ كل مثلا دقيقة تعمل واحدة، كل دقيقة تعمل واحدة، تمام؟ طيب بس لكن but لكن if there is another group، لو في جروب تاني من الفاير فلاي جايين وبينوروا هيعملوا ايه؟ تحس ان انت مثلا ايه، ناس جايه بتغني، انت مثلا عملت دندن ايه مش عارفه ايه، عملت تغني لام كلثوم، وحد جنبك ماشي بيغني ايه لحسن شاكوش، تمام؟ انت هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك غيرت من الاغنيه بتاعتك وابتديت ايه؟ بدل ما انت تغني الليل وسمعت لسه حبيبتي افتحي شبابيك انا جاي، صح؟ مش انت ممكن تعمل كده، صح؟ طيب يبقى انت بتعمل ايه؟ ابتديت تغير في اللي انت بتعمله، بتعمل حاجه تانية عشان تبقى مناسب الدنيا حواليك. يعني انا مثلا قاعده اهو في النادي، خلاص جنبي قاعه افراح، خلاص طبيعي انا هقعد اغني ام كلثوم ولا هل نفسي بغني مع اللي بيغنوا دول؟ نفسي بغني مع اللي بيغنوا، صح؟ طيب يبقى ايه؟ يبقى هم بيعملوا زي فلاش ات ريجولار بيريود اوف تايم. يعني ايه زي فلاش ات ريجولار بيريود اوف تايم؟ بيعملوا فلاش، بيطلعوا نور في وقت منتظم، ولكن but if there is another group of firefly، لو في جروب تاني، another يعني اخر، لو في جروب اخر من الفايرفلاي flashing nearby، يعني بينوروا جنبهم، nearby يعني جنبهم، ايه اللي هيحصل؟ they will change، هم سوف يغيروا، سوف يعني will change يعني يغير their own flash، هيغير الفلاش بتاعه، الفلاش باترن بتاعه. بمعنى ايه؟ ان هو لو بينور نورين في الثانية والتانيين بينوروا خمسة، تلاقي اللي بينور نورين ده فبيتحول ان هو ينور ايه؟ خمسة زي الجروب اللي ماشي جنبه. ليه؟ عشان يبقى زيه، to match the flash pattern of other group to communicate، يبقى كلهم بيتواصلوا مع بعض، اللي هو ايوه يا عم انت فاكر انت هتعمل اتنين وانا اعمل خمسة، لا خليني اعمل خمسة زيك كده، خليني ايه كأني ايه ونتواصل مع بعض، تمام؟ الموضوع بسيط خالص. ها إذا مفيش مشكلة في النقطة دي، نخش على النقطة اللي بعدها، تمام؟ تعالى بقى نشوف ايه ازاي الانتر اكشن بين الهيومنز اند نيتشر. يعني ايه الهيومن كده؟ جيف في لحظة كده بيقول ايه يعني الفاير فلاي مالها بقى؟ يعني ما مش عارف انا، يعني هم يعني بيتابعوا الضوء مثلا، يعني مثلا لو، طب لو انا جربت اعمل نفسي فاير فلاي يعني ايه؟ يعني من الاخر انا اروح الغابه واجيب ليد فلاشنج ليد لايت، يعني اجيب معايا كشاف، تمام؟ طيب عملوا ايه؟ قلت بصيت كده حسبت الوقت، لقيت ان الفاير فلاي بتعمل كل مثلا ثانيه ثلاث مرات تطلع ضوء. رحت انا ايه في الثانيه دي، رحت مطلع ثلاثه، لقيت قلت بقى لما اعمل انا كأني جروب جنبها انور خمسه، تمام؟ عمل كده جنبها كذا مرة، لقى ايه؟ لقى ان الفاير فلاي عملت زيه، بقت تنور خمسة زيه. شفت بقى ربنا سبحانه وتعالى بيخليها تتكيف ازاي؟ ان هي حتى مع اللي حواليها، يعني حتى الهيومن دخل في الايه؟ في الحوار ده، ان هو جرب ان هو يعمل ايه؟ عايز يعرف طبيعة الايه؟ يعمل ايه؟ ايميتيت. ايميتيت يعني ايه؟ يعمل زيها. ايميتيت يعني ايه؟ يبقى زي يجرب كده يعمل زي النيتشر بتاعت الفاير فلاي. طيب هنا بيقول لي ان ايه؟ في جروب اوف ارتست، في جروب من الناس عملوا ايه؟ يوزنج فلاشنج ليد لايت، استخدموا فلاشنج ليد لايت اللي هو ايه؟ زي الكشاف.
to imitate the nature. imitate اللي هي ايه، يواكب، ان هو يبقى عامل زي الايه، النيتشر، نيتشر يعني طبيعه، يعمل زي طبيعه الفاير فلاي، الباترن اللي هم بيعملوه. يعني ايه باترن؟ باترن يعني ايه، ما اقول لك هتلاقيه في الناس بيقول لك ايه، اعمل الحاجه دي ان ذا سيم باترن. يعني ايه؟ يعني بمعنى ان انا مثلا اقول لك ايه، دايره، اوب اوب سوري، مثلا دايره، بعد كده هنا مربع، دايره مثلا او خط، دايره خط، انت هتروح قايل لي ايه، دايره خط، دايره خط. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني اما اقول لك باترن يعني تسلسل. يعني ايه بيعملوا؟ يعني دلوقتي نور ابيض، نور اخضر، بعد سنتين نور اخضر، بعد سنتين نور اخضر، بعد سنتين، مش ده نفس السيكونس بتاعه، نفس الترتيب بتاعه؟ اه. فبدأ الانسان يعمل كده، ان هو ماشي بنفس الايه، الباترن بتاعها، ماشي بنفس الايه، الباترن بتاعها. جم الارتست دول بقى، الفنانين دول والناس دول يعملوا ايه، تيرن اوف، تيرن اون واوف. تيرن اون يعني يشغل، وتيرن اوف يعني ايه، يفصل. تيرن اون يشغل، تيرن اون، تيرن اوف يفصل، يبدأ يفصل ويشغل الفلاشنج لايت دي، اللي هم الايه، اللي اسمه ايه ده، يبدأ يشغل الكشافات دي في الفورست عنده في الغابة، ات ريجولار بيريود، يعني مخلي ايه، كل ثانية واحدة، كل ثانية واحدة، كل ثانية واحدة، تمام. طيب، او بلاش، كل ثانية ثلاثة، كل ثانية ثلاثة، كل ثانية ثلاثة. طيب الجروب اوف فاير فلاي عملوا ايه؟ بقوا بيعملوا زيه، ان اللارج جروب اوف فاير فلاي ريسبوندد باي فلاشنج باك. يعني ايه ريسبوندد؟ استجابت ان هي تعمل ايه، فلاشنج باك ذا سيم فلاش باترن. يعني ايه؟ تعمل نفس الباترن، تعمل نفس السيكونس اللي بيعمله الكشاف في نفس الوقت. يعني والله ده انت لو خدت 3 في ثانية ماشي، هاخدها 3 في ثانية، طب لو 3 في ثانيتين، عيني عاملها زي 3 في ثانيتين، بدأت تتكيف وتعمل زيه، تمام. يبقى هنا الهيومن يوز لايت، استخدم اللايت تو كوميونيكيت ويز ايتش اذر. ان هم ايه، ان مثلا ان هنا بيقول لك ان هيومن قدر يستخدم الضوء برضو ان احنا نتواصل مع بعض، زي ايه، زي اشاره المرور، الترافيك لايت. يعني ايه؟ يعني هنا مثلا انا نورت لك احمر فوقفت، وعملت لك اخضر جريت، عملت لك اصفر تستعد، تمام. مش انا كده اتواصلت معاك عن طريق الضوء؟ اه. في واحد بقى يعمل حركه ايه، يقول له مثلا يا عم انا لو شغلت لك الفلاش في البتاعه دي، يبقى انت تعرف ان انا ايه، عايز اكلمك. لو نورت لك الفلاش مرتين، يبقى انا ايه، بضحك على اللي جنبي، تمام. اظن كده الجزء ده اتفهم، تمام. مش عايزه صوت، تمام. انا عايزه ايه، اكتب بس الرقم عشان ايه، ده كده حط على اليوتيوب اللي هو ايه، 010 29 بتاع، هيقفل بسرعه، 9 5 5 7. بس تعمل ايه، لايك وشير سبسكرايب عشان الميتنج ايه هيقفل، هبعت لكم ميتنج تاني، اوكي؟ يلا، عشان لو في حد عنده اي سؤال هبعت لكم على طول اللينك حالا على الواتساب. يلا باي.